سي مختار بالعاتق، أهلا وسهلا بيك. مرحبا. مرحبا بيك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بيك، نورتنا على ديوان فيم. نحكي على مهرجان دوغا الدولي كيف ما سمعتني في دورة 47، وبش ينطلق إن شاء الله ابتداء من نهار 27 جويلية ل 7 أوت. خلينا معك أنت نعرفوا أكثر تفاصيل على البرمجة سي مختار. شكرا لك. البرمجة يعني الانطلاق هي بلتوم تكون من 27 جويلية إلى 7 أوت. كما يعني تعرف أنه نحاولوا من خلال الدورة هذه أنه نرضيو كل الأدوية والبرمجة تكون متنوعة. نهار 27 أوت يكون موعد مع زياد غرفة في المالوف، يوم 28 جويلية في يونان من سوريا، يوم 30 جويلية نورة من سيمالي من موريتانيا في نفس السهرة باش يكون حاضر نزال اليحيوي، يوم 31 جويلية باش يكون موعد مع مهدي عياشي ومحمد علي شبيل، يوم 1 أوت بابل بلوز ونور وسليم عرجون من تونس في نفس السهرة، 2 أوت سعاد ماسي، 3 أوت نبيها كراولي، 4 أوت المربع من الأردن، 5 أوت كازو، 6 أوت بلتي، وحفل اختتام يكون مع الفنان التونسي ظافر يوسف. ظافر يوسف، برمجة الحقيقة متنوعة، ونشوف اللي هي الحقيقة فيها أذواق مختلفة. فما سعاد ماسي وفايا يونان اليوم فنانين الحقيقة ممتازين وعندهم جمهورهم في تونس. كيف كيف الافتتاح باش يكون مع زياد غرسة. فما بلتي زيادة كيف كيف هكا ولا؟ أي فما بلتي نهار 6 أوت. نهار 6 أوت في المسرح مش موجود كاينه في مهرجان دوغا ولا؟ والله احنا رانا قارين حساب كل شيء. ان شاء الله العام الجاي مش نخرو حساب المسرح، مش نعملو بارتنريا مع المسرح الوطني مع سي معز مرابط، وفما خدمة كبيرة برشا مستير على نيفو المدارس والمعاهد، خاطر كل حاجة يزمها خدمة كبيرة برشا تصير من قبل، وإن شاء الله يكون المسرح مش يكون عنده وجود كبير برشا في الدورة جاي إن شاء الله 2024. مهم برشا، حتى أنكم في البرمجة نلقاو لي رابور موجودين كيما كازو موجود في البرمجة السنة في مهرجان دوغا. سويلي ليك سي مختار بالعاتق، شحوالكم مهرجان دوغا؟ لبيس وليت نسأل السؤال هذايا للمديرية المهرجانات، على خاطر كل مرة مدير مهرجان الحقيقة يطلق ساعات صرخة فزع يقول احنا هكا وهكا، ولكن بالرغم هذايا من ضعف صنعنا قوة وقدمنا برمجة يمكن تحترم الجمهور، جمهور المهرجان. بتبقى في حال المال قيوم الأعمال كما يقولوا، يعني بلاش دعم ما نجموش نحكيه على مهرجان، ولكن بالرغم ذلك كله فما مسألة ثقة هي بينا وبين المستشار، بينا وبين الداعم، سواء يعني الوزارات أو المستشار. الحمد لله بالنسبة لمهرجان دوغا قاعدين نخدمه ونسوقه الصورة كبيرة برشا، وعلى ذلك فما ثقة مبنية ما بيناتنا بينا وبين المستشار والوزارات. الحمد لله الحمد لله لاباس، يعني نسميو عملنا البريفيزيون تاعنا من قبل وقاعدين نمشيو في المنحة هذه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقولوا احنا لاباس، نقولوا ان شاء الله مهرجان دوغا مازال واقف على ساقيه. الحمد لله، والله سي تري بيان تكون بوزيتيف وتعطي يمكن رساله ايجابيه، والحمد لله لاباس، وقاعدين هنا نحاولوا ان نعديو يمكن صفيه باهيه وتكون دوره ناجحه. خاصه الفنانين من برا كانوا متساهلين معاكم مع هيئه المهرجان يعني في الكاشي، كيفاش كانوا سي مختار؟ كما فايا يونان، سعاد ماسي، المربع من الأردن. أي كلها علاقات، كلها علاقات وكلها خدمة كبيرة برشا، ومتفهمين أنه ما تعرف ديما أي فنانين أو أجانب يقولك من مارس يلزم تعطيني كالتسقة، ولكن يعني مع بفضل العلاقات وبفضل خدمة كبيرة برشا يعني فما يعني فما ثقة يمكن تبني ثقة كبيرة برشا، واحنا نكونوا زاد يعني قد الثقه هذه، ولباس يعني معناش مشكل في الاطار هذا. ان شاء الله بالتوفيق لكم، نتمنى لك التوفيق والنجاح لكم ولكل الهيئه المديره واللي قايمين على مهرجان دوغا الدولي. سلمنا برشا على دوغا، وان شاء الله نسمعوا كان الاخبار الباهيه والعروض تكون ناجحه وكيف ما تحبوا خير ما تحبوا سي مختار. شكرا لك. نكونوا زاد الضيوف نتاعنا
وتواكبوا مهرجان دقة أكيد. مختلف السهرات هذه. أكيد مرحبا بكم. أكيد، شكرا لك سي مختار بالعاتق، مدير مهرجان دقة الدولي. حكينا على دورة 47 اللي باش تنطلق نهار 27 جويليا بعرض مع زياد غرسة. كيف ما سمعتوا برمجة مختلفة فيها نبيها كراولي، فيها علي شبيل، مهدي عياشي، كيف كيف فايا يونان، سعاد ميسي، مجموعة المربع من الأردن، باب بلوز المغربية الفرنسية، دونك كريم كازو وبلتي باش يكونوا حاضرين، ظفر يوسف. دونك برمجة الحقيقة متنوعة ترضي جمهور مهرجان دقة الدولي. احنا مواصلين معكم بعد شوية، تبدلوش الفريكونس على خاطر باش نكتشفوا مع بعضنا كرياتور دو كونتوني اسمه ابراهيم بن عبد الله برهوم، معروف الديجيتال، شعاره اللي يقولوا في الانستغرام ولا في البيو نتاعو يقول نعاونك تفهم علاش حياتك مش عاجبتك وكيفاش تردها بيا. باش نكتشفوا هذا بعد شوية، خليكم معنا مع فان تايم على ديوان فان. حوارات نقاشات